احنا حنبقى في دبي وعلى هامش قمة المعرفة لهذه السنة 2019. شاركت ام بي سي الامل في القمة من خلال جلسة حوارية القتها مريم فرج رئيس قسم الاستدامة المؤسسة والتأثير الاجتماعي في مجموعة ام بي سي، اللي تحدثت عن تغيير العقليات والمفاهيم الخاطئة من خلال محتوى تعليمي مسؤول ومبدع. الى جانب ذلك نصبت ام بي سي الامل منصة تفاعلية تشكل شبكة من الخيوط ترمز إلى الجهود الجماعية لتحقيق التأثير الحقيقي في مجتمعاتنا. هي النهاردة أم بي سي الأمل موجودة لنستعرض بعض النماذج الناجحة في مجتمعنا العربي والشباب بالتحديد، دور الشباب في التنمية المستدامة والأهداف، أهداف التنمية المستدامة اللي هم 17 هدف، وفي نفس الوقت كمان نستعرض دور الإعلام في تسليط الضوء على مواضيع مهمة وتلمس بالتحديد تمكين الشباب وتنمية قدراتهم، في نفس الوقت تغيير المفاهيم التقليدية والقديمة. والحقيقة دور المعرفة في كل ما يخص الشباب والتعليم والتنمية المستدامة.